فوز اليوم واحد من التوانيت بالنسبه للبرشلونه، نقدر نقول مهم لذلك المنافسه، نقدر نقول صعبنا على روحنا بعد ما كان عندنا صفر في الدعم. صحيح يعني بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص السلام عليكم، الحمد لله مهنئ يعني الشبيبه على الفوز الرابع مش الثالث، الحمد لله متتاليه، الحمد لله يعني نقاط ثمينة جدا خاصة في الشباب يعني نوعا ما اللي جرانا في حجوت نفس السيناريو اللي جرانا اليوم. دائما نقول اللاعبين يعني بعد ما تسجل هدف الفريق الخصم مجروح ويمكن ان يرجع الى النتيجه، لكن هذه اللي جرى تجربه وهذا اللي خلانا نبذل مجهودات اخرى. الحمد لله ربما نشوفه كذلك اليوم ماشي طبيعي فيه طبعا نقول سي عبد الله بعد ما كان حديث ربما على بعض التحقيق نقدر نقول اليوم صار عندنا امل كبير في الصعود في المباريات المتبقيه. ويضمن الفوز، انا نقول يعني ما نقولش 90%، ولكن عندنا نسبة كبيرة ان شاء الله اليوم قدم ان شاء الله. عندنا مقابلة صعيبة في الترقب القادم مع فريق وادي الهيو اللي نعرف اليوم اخوي الكريم، ما فيش مقابلة صعبة، انا خويا لما يكون جاهز في المستوى لا اخشى اي فريق صراحة. انا قبل الفريق قطعي يعني ممكن عدة مشاكل اليوم، المفروض ما نتلقاش الهدف يعني بعد نص دقيقة ولكن راح يتحضروا بدون شك في الفيحة. إن شاء الله مع عودة المجموعة إن شاء الله.